شو القصة هلأ؟ ليش أنت بهالحالة؟ ما بتعرفي؟ كيف بده يحس الواحد وقت تنتهي أحلامه وينكسر قلبه؟ تعبت كتير مشان أقدر أفتح هذا المصنع. كل الشغلات السيئة اللي صارت معي بسبب ابنك الغالي مان ميت ومرته ميت، هن الاثنين دمروا لي حلمي بإني أفتح مصنع للعصير. ابنك هداك دمر حياتي يا أمي، وهو غرقان بالملايين من ورا شغله بمجال الأدوية ومو سائل على شيء. شوفي جريدة اليوم، مكتوب بالجريدة شركة عالمية وكتير مشهورة هيك بدهم يتعاونوا مع مصنعه لابنك. هنن بدهم يبلشوا بمصنع جديد بينتج لقاحات ويكسبوا ملايين. أمي هنن أغنياء وعم يلعبوا بالمصاري، بس للأسف نحن لسه مفلسين. أنت شو فكر مهندرة؟ برأيك هنن عرضوا عليهم هذا العرض بدون سبب؟ أنت ما بتعرف كيف وصلوا لهون؟ تعبوا واجتهدوا لحتى فتحوا هذا المصنع، وكل هاد مشان يساعدوا الناس اللي هون. ما بتعرف قديش تعبوا مشانه يعني؟ بالمقابل أنت بشو كنت مشغول وقتها؟ بأنك تغار. أنت حسيت بالغيرة من النجاح يلي وصلوا له، لازم تكون مبسوط مشانه مو غيران منه. هذا البيت وهذا المصنع وكل المصاري ملككن إلكن، كل واحد فيكن عم يستفيد من اللي رح يكسبوه. مانك فهماني وجعي يا أمي. ماشي لكن فهمني. مانك فهماني بحياتك، ما فهمتي. كل همك إنه ابنك الغالي مان ميت مبسوط بحياته وأنا لا. هو ومرته ميت عم يكسبوا مصاري، بتضلك تدوري عليه طول النهار، ابني الغالي مان ميت، ابني الغالي مان ميت، وين حبيبي سار كارل الصغير؟ مفكرة مو شايف؟ مفكرة ما بعرف؟ ومو حاسس على شيء؟ أمي إذا ما بدك تتعاطفي معي أنا بترجاكي لا تنصحيني. اسمعيني منيح قبل ما أحكي كلامي يزعجك أكتر، روحي من هون يلا. الأحسن إنك تحكي معه وتوعي، لأنه زوجك خلص ما ضل في عقل. كل شي ملك لإلهم، ملكنا نحن كمان. أنا بدي أشوف أخي تشيكو هلأ بابا، إذا بتريد تاخذني لعنده يلا بدي أشوف أخي تشيكو، بدي تاخذني لعنده فوراً. بس كل شيء بالأول. بدي أشوف أخي تشيكو فوراً. ليش ما نكون عم تاخذوني لعنده؟ شو رأيك تحكي لي شغلة؟ قلي لي كيف ضحكتي على هداك الزلمة السيء؟ خبرينا كيف؟ إيه سوميت، أنتي ما قلتي لنا كيف قدرتي تطلعي من هنيك؟ بصراحة هدول السيئين ربطوني بحبل، وهداك السيء كان عم يلعب ورق معهم. بعدين أنا قلت له إنه الزلمة الأصلة عم يغش، بعدين هن نتخانقوا وهو راح اتدخل ليوقف الخناقة اللي صارت، وهيك كل السيئين انشغلوا، لهيك قدرت اهرب منهم. وبعدين صرت اركض بسرعة، وضليت عم اركض لحتى بعدت عنهم كتير، لأنه أنا كان لازم انقذ أخي تشيكو. أنا بدي يكون مع أخي تشيكو لو سمحت بابا، أنا بدي روح مشان شوف أخي تشيكو، لو سمحت بدي روح يا شوفه. حبيبتي اسمعيني، أنا عندي فكرة حلوة، رح نروح نشوفه، رح نروح على دار الأيتام مشان نشوف أخوك تشيكو عن قريب، كمان رح نجيبه معنا على البيت. ماشي أميرتي؟ هو ما رح يجي لهون، تشيكو راح، خليه يبقى هنيك. ليش حاسة إنه مان ميت مو حابب يبقى تشيكو بالبيت معنا؟ وشو صار بعدين؟ قدر الأسد إنه يمسك الفار، والفار خاف كتير، قال له بترجاك اتركني. وبعدين الفار صار يبكي مشان يخلي الأسد يسامحه على اللي عمله، وحكاله كل شي بقلبه كمان. وبعدين شوي شوي الأسد عرف كل شي صار وسامح الفار على اللي عمله معه، وهن رجعوا رفقات من جديد. أخيرا نامت. كان نهار كتير طويل، ومع هيك كانت عم تردد اسم تشيكو،
حكيت لها قصة لمدة نص ساعة قبل ما تنام. ليكي وين قميصي؟ ما علقتي هون؟ بلا علقته، أنت صرت قبل بنت هلأ، بس لسه تصرفاتك تصرفات طفل صغير. تفضل. ماشي استني شوي، كنت عم أقول لحالي عم فكر إنه سوميت لازم أخ صغير هلأ. بعد عني. تعي فكري باللي قلت لك يا. طيب قولي، بدك سوميت تزعل منك يعني؟ بس سوميت عندها أخ تشيكو، يعني سوميت بتحبه لتشيكو كتير، هي بتعتبره أخوها. ليك مان ميت، إذا تشيكو بيعيش معنا رح يكون عند سوميت أخ كبير، ورح يصير عند تشيكو عائلة.